تعالوا نضحك شوي على مرسيدس، شوفوا الفضايح، فضايح مرسيدس. حياكم. شركة مرسيدس ما زالت من العصور الوسطى، العصور الحجرية. قال شو؟ قال شوفوا ما عم تشتغل. قال شو؟ الريموت بطاريته تعباني، فبدك تشيل هذه. شوف والله الصين استحت تسويها. قال بدك تشيل هذه، تدخل مفتاح هكا، بعدين شو اشتغلت السيارة. اشتغلها ناهيك عن شفطات الحمام، شغل الصين. هذول شفطات الحمام ما غيروهن أبدا. والمصيبة الأكبر وين حطين مسكة الجير؟ هون بتفكرها مساحات. يعني انت وماشي بالهايوي إذا تلخبط فيها فكرت مساحات، تقف فيك السيارة بيركبوك من وراها. تعالوا شوفوا البي ام. أما البي ام دبليو بكل بساطة، هذه طبعا ما بتنفك. حطين لك هون علامة المفتاح، بقول لك حط المفتاح هون، شغل السيارة. هاي اشتغلت، ما بدها أي شيء. فتحات التكييف، فتحات التكييف، شوفوا الجاذبية، الأناقة. شوفوا 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 هذا الجير، مسكة الجير، شوفوا الفخامة. ما مش شوف هاي المساحات المرسيدس، هذه المساحات هون، هذا الجير تبعها. طبعا هاي سيارتي مسافر فيها على نيويورك، هلا 6 ساعات رايح 6 ساعات راجع، X5. يلا حيا. شفتوا يا اخواني، شفتوا الفضايح، شفتوا الاهمال، شفتوا شغل الصين. مشان ما تقولوا ان انا بتبلع على السيارات، انا كل ما احكي عن سيارة بجيب لكم دليل واثبات يعني. فجاوبوني بالتعليقات، انا صح ولا صح، انا صح ولا صح، يا ريت جاوبوني بالتعليقات. يلا حيهم، يلا حيهم، السلام.